اليوم نبدأ معا رحلة البحث عن أمير شعراء الموسم السادس. غربة الطين أضعت كل شيء. هذا هذيان شعري جميل. إياك أن تعيد المحاولة. أشتهي أن أنام بحضن الأبد. هل كنت في غيبوبة وصحوت؟ أنت تقول ولكنك لا تقول. من أين يأتيكم أنتم الشعر يا أهل السودان؟ إيش كان أينن منشن؟ إيش معك إن فيكليش ديا؟ ما أجمل هذا المعنى. والله يا شيخ كلام فارغ. شكراً. هل هو زفاف أم هي خطبة؟ العنوان قوي. أنا أظن أنك تلعب. أنت تضحك منا والله. إيه إذا وصلت لمستوى جدة بالشعر حتكون أميرة الشعراء.